بيان حرائر مدينة أريحة. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعظم أسباب النصر نصر دين الله تعالى والقيام به قولا واعتقادا وعملا ودعوة. قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وبما أن النصر من عند الله عز وجل وليس من عند سواه، فإننا ندعو أحرار مدينة أريحة خاصة وأحرار سوريا عامة إلى الصيام يومي الخميس والاثنين، وإلى الدوام على صلاة قيام الليل، ابتهالا لوجه الله ومخلصين له الدعاء بالنصر والثبات في وجه هذا النظام المجرم، لما لهما من أسرار في النصر بعد أن انقطعت به من بنا أسباب النصر الدنيوية، ولم يبق لنا إلا الله ندعوه ونستغفره ليمدنا بنصر من عنده. قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.